دايت ستيشن شركة اشتراكات وجبات غذائية، وهي اليوم شركة رائدة في الكويت، وهي الأولى من حيث عدد الاشتراكات. أنتجنا مطبخنا المركزي أكثر من 28 مليون وجبة ووصلناها لمشتركينا. اليوم عملنا أكثر من 5 ملايين عملية توصيل. كذلك عندنا أكثر من 200 ألف مشترك أو مستخدم لتطبيقنا، تطبيق دايت ستيشن. كذلك اليوم شركة الحمد لله عندها أكثر من 300 موظف يخدمون عملائنا الأفاضل. طبعاً دايت ستيشن ما وصلت اليوم للبوزيشن اللي هي فيه ونتكون شركة رائدة في الكويت إلا أنها تقدم منتج مميز اللي هو الوجبات الصحية أو الغذائية اللي فيها أكثر من نظام، مثل نظام الكيتو ونظام الهاي بروتين واللو كارب وغيره. تطبيق دايت ستيشن اللي هو أول تطبيق خاص في شركات الدايت، عملناه تقريباً ب 2015، واعتقد انه هو الاول في، اذا مو بالوطن العربي بالعالم، لان يوم بلشنا نشتغل على هذا التطبيق ما كان شايفين اي تطبيق ثاني موجود بالسوق. اسعار اشتراكاتنا تختلف على حسب مده الاشتراك، ممكن عندنا مشتركين يشتركون اسبوع، شهر، شهرين، فممكن عن طريق تطبيقنا يشتركون على حسب المده وعلى حسب عدد الوجبات وكذلك الجرامات من ناحيه البروتين والكارب يحدد السعر. فالسعر يتراوح من 179 دينار تقريبا كاشتراك كامل شهري، ممكن يقل على حسب المدة ويزيد على حسب الكمية. دايت ستيشن قصة نجاح بصراحة، لأن بلشت كهوم بزنس وكان يفترض أن تستمر كهوم بزنس، لكن الحمد لله الطلب كان متزايد من العملاء، فقررنا أنه خلاص نطلع وناخذ مكتب ونحوله لبزنس صجي ويكون عندنا عيادات وخصائص تغذية. وللأمانة ما قعدنا واجتمعنا وحطينا ميزانيات، لا، كان كثر ما احتاج البزنس بوقتها فلوس كنا نضخ، لأن كنا شايفين في بوتنشل إن نعتقد أن الشركة راح تكبر ويكون عندها مردود للأمانة. وفي تحديات كبيرة للأمانة واجهتنا. أنا على إذا بتحكي على الصعيد الشخصي من ناحية التحديات، أنا عمري ما كنت موظف، الشركة وقتهم كانوا موظفين ويملكون، يعني ما شاء الله رواتبهم كانت عالية. لكن لما كنا نجتمع كنت أقول لهم أنا ما كمل تعليمي الجامعي وكذلك ما عندي وظيفة ثانية إلا دايت ستيشن بوقتها، فلا بد أن ننجح لأن ما عندي أوبشن ثاني إلا أني أنجح كتحدي شخصي يعني. فقبل كان مدخولنا نقدر نقول بالآلاف شهريا، اليوم الحمد لله مدخولنا سنويا بالملايين يعني نتكلم، وشركة أيضا قيمة السوقية عالية، أيضا قيمتها كبيرة يعني بالملايين. من ناحية التوسع الخطط موجودة، واليوم قاعد نسوي خطوات جادة أن نكون إن شاء الله بالسوق السعودي وإن شاء الله أسواق ثانية في منطقة الخليج. طبعا داي ستيشن هدفنا دائما وأبدا أن نقدم أفضل منتج ممكن وكذلك أفضل خدمة لعملائنا على اساس نحافظ على عدد مشتركينا. والحمد لله اليوم اعداد المشتركين المستمرين معنا يعتبر من اكثر نسب من بين المنافسين. داي ستيشن ترى اول 6 سنوات ما صرفت دينار على الماركتينج، كان وورد اوف ماوث وهو استراتيجيتنا من ناحيه الماركتينج، وايضا كان عندنا الكومبتيتيف ادفانتج اللي هو التطبيق، فكان يعطينا ادفانتج كبير ان الناس تشترك بدون لا تتصل او تروح العياده عشان تشترك.